حول راحة. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة. عندنا ثلاثة الوصفات: المقدم بالبيض، لاكلاص بالشوكولات، والعصير الليمون بالفجل والفريز. بالنسبة للمقدم بالبيض غادي نحتاجو الدجاج، البصلة، بصيلة صغيرة، قرفة عواد، سكنجبير، الملحة، البزار كحل، البزار بيض، الخرقوم، الحلبة، الزعفران شعرة، زيت العود، القزبور، المعدنوس، البيض والحامض. ندوزو للتحضير. عويدة القرفة، سكنجبير، الإبزار، الخرقوم، وحبيبات ديال الحلبة، الزعفران شعرة، وزويتات العود، شوية الماء، والقزبور والمعدنوس. حاجة مهمة: شرملو بين الجلدة ولوبلون. غادي نخليو الدجاج يترقد مزيان وندوزو لاكلاص. غادي نحتاجو ثلاثة المكونات: 400 غرام ديال الكريم فريش، 140 غرام ديال الحليب كونسونتري، و 60 غرام ديال بودرة الكاكاو. كنخلطو الحليب ولاكريم ونطلعوهم بالتراب، ونبقاو نزيدو الكاكاو بشوية بشوية. لاكريم طلعت، غادي نحطوها في المول. كنغطيو لاكريم بابي فيلم وما نخليوش الهواء بيناتهم. نرجعوا للدجاج، نشلضوا البصلة، ونقيو البصيلات الصغار ونخليوهم صاينين. نشحروا البصلة مع الدجاج، نمرقوا شوية، ونزيدوا لي زيشالوت. نخليو الدجاج يطيب على عافية مهيلة وندوزو للعصير. غادي نحتاجو الليمون، الفجل، خيزو، الفريز، الحامض والعسل. المكونات العصير موجودين، الدجاج طاب، نطربو البيض. نزيدو مع البيض شوية ديال الملحة والبزار وشوية المعدنوس. في البلا ديال الكراتان أو الطاجين نحطو الدجاج ونزيدو البيض وندخلوه للفران. غادي نخليوه يتحمر ربع ساعة ونرجعو للعصير. بالنسبة للفجل على حسب الذوق. كل شيء واجد. بالصحة والراحة.